السلام عليكم ومساء الخير وصباح الخير، كل على حسب وقته. شلونكم؟ عساكم طيبين. لا نزال نغطي مناطق الكويتية اللي تابعة لمحافظة العاصمة، واليوم إن شاء الله راح نكون في منطقة الدعية. وعلى حسب ما بحثت في الويكيبيديا ولقيت معلومات والله حلوة عن المنطقة، راح أشارككم إياها بإذن الله. نيجي على التسمية. لما نقول الدعية، شنو أصل التسمية؟ يقولون واللي قريته إنها نسبت إلى أول من سكنها اللي كان الشيخ الله يرحمه دعي السلمان الصباح. هي تنكتب دعيج، احنا الكويتيين نقلب الجيم الى ياء. الشيخ دعيج السلمان الصباح رحمة الله عليه كان قائد لجيش الكويت في معركة حمض سنة 1919، وعمر لين وصل سن 98 وتوفى سنة 81. فبنسبة إلى اسم دعيج، وقلت لكم إن نقلب الجيم إلى ياء، فصارت اسم المنطقة لدعيجية، ثم حورت إلى الدعية دبل ياء، خففت بعد ذلك إلى الدعية. المنطقة تنقسم إلى أربع قطع، والخامسة تكون بحرية اللي الآن مشروع منطقة حصان مبارك التجاري والسكني. ومثل ما قلنا وأسلفنا في المناطق السابقة، كل الجمعيات أو كل المناطق عندها الخدمات، منها الجمعية رقم واحد الأساسية والفروع المنتشرة لها في كل القطع، وكذلك لازم يكون في هذا الموقع لهم المطاعم، البنوك، مكتب بريد، المدارس، بنزين، محطة بنزين، حديقة صغيرونة تكون يم المكان هذا كله، لازم يكون في كل هالأشياء وأكثر. يمكن فاتني شيء اللي مكتوب بعد، متكلم عن منو اللي كانوا مختارين منطقة الدعية. هم أنا ما قلت لكم إن لازم يكون ملحق في مخفر أو مركز الشرطة في المناطق، لازم يكون في مختار للمنطقة يرجعوا له في أي مشكلة، في أي سؤال، في أي طرح، يكون مختار المنطقة هو المعني في هذا، يعين يعني. فاللي مسك من سنة 60 لحد 63 السيد عبد الله مشاري الروضان، ومن سنة 65 لحد 95 السيد إبراهيم سعد الناهض، ومن سنة 95 إلى وفاته سنة 2017 المرحوم حسين أحمد بن حسين الرومي. فمنطقة الدعية أمانة يعني يمكن راح تلاحظون أن أنا لجأت أني أتكلم عنها من الويكيبيديا، بسبب أني أنا ما سكنت ولا عندي أقارب فيها ولا معارف يعني، فالمنطقة بالنسبة لي غريبة، فلجأت إلى الويكيبيديا عشان أخذ منها المعلومات. ولكن الواحد لما يشوف تركيبة المنطقة، هي أخت باقي المناطق يعني، كل السمات موجودة فيها، بيوت كويتيين يعني واضح أنهم تلاصقهم جيران وعوائل أقرباء كلهم يم بعض، فيهم سمات الكويتيين، التكافل والجيرة والمحبة بإذن الله.
المنطقة فيها معهد تدريب الكهرباء والماء التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. في عندهم مجموعة من المدارس، يعني في ابتدائية بنين بن سينا، وفي ثانوية أحمد بشر الرومي البنين، وراح نشوفها بالفيديو. أكيد في محطة بنزين، وفي كذا سفارة في هذول القطع يعني. لكن عندنا باقي السفارات المعنية في الكويت موجودة في قطعة 5 البحرية. في طبعا مركز صحي هو الإحقاقي موجود في الدعية، وفي مركز شباب الدعية الآن نشط جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عند مواسم تبدي من شهر 9 إلى شهر 3 متنوعة. هذا بالفيديو، هي ثانوية أحمد بشر الرومي، متعددة الأنشطة يعني، موسم للشباب غني جدا ومشهور جدا، ويخدم مساحة كبيرة من المجتمع الكويتي. فأنا أعطيهم من هني تحيتي وإعجابي فيهم. في منطقة الدعية نلقى الاتحاد الكويتي لكرة اليد، في عندنا مجموعة مطاعم موجودة صوب الجمعية، في عندهم حديقة عامة، في مساجد كثيرة، في ديوانيات. وش كل ما قلت لكم، الكويت مشهورة بالديوانيات الخاصة للعوائل، يجتمعون فيها أهل البيت والجيران والأهل والمعارف والأصدقاء، هي تعتبر مثل مجتمع مصغر اجتماعي اقتصادي سياسي you name it. في اللي هي مساء، أنا قلت لكم القطعة رقم 5 البحرية كانت تسمى بقصر الدعية، وبعدين حولت إلى ضاحية حصة المبارك الصباح. هذه ثانوية أحمد البشر الرومي. الشوارع شكل ما نشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الرئيسية واسعة جدا عكس الداخلية. الداخلية لاحظت إنها شوية ضيجة، يعني يا دوب سيارتي تمر في الشارع، والدوار لاحظت ما شاء الله وكأن أكبر دوار في مناطق الكويت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله وايد كبير. البيوت واضح إن في عملية إعادة بناء. شوي الحين راح نشوف البيت اللي على اليمين، هذا السور الطويل الأبيض، أعتقد والله أعلم إنها مقر فرقة العميري. فرقة العميري البحرية من الفرق العريقة عندنا بالكويت اللي تؤدي الفنون الشعبية الكويتية البحرية بالذات، ونشطة ما شاء الله لها أنشطة داخل الكويت وبرا الكويت. يطري علي في سنة 93 زرتها مع والدي الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنا ووالديكم. كنت أبي أكتب بحث وقتها عن الفنون البحرية، وخدت منهم موعد واستقبلوني أمانة استقبال كريم جدا من أصلهم أنا ووالدي. كنت منخشة طول الوقت وأرى، لأن أنا البنت الوحيدة اللي موجودة في الديوان من أصل تقريبا فوق 30 شخص اللي هم أعضاء أصحاب الديوانية وأعضاء الفرقة، وأنا وأبوي أنا لاصقة فيه وراء كني بيبية كذي، عشان الوضع كان شوية محرج بالنسبة لي. إنما يعني قاعدة أكتب الملاحظات
فأمانة ما قصروا معاي، سووا لي الدواري، سووا لي الخطفة ولمت الجيب وكذا فن يعني، سووا لي ما قصروا جزاهم الله خير. صورت وكتبت وسويت مقابلات بس ما طلع للنور هذا البحث لأسباب خاصة، بس كان لي ذكرى في هذا المكان. شوفوا الشوارع اللي تصير الداخلية بالنسبة للمناطق اللي قطيتهم تعتبر شوية ضيجة يعني، فهم كل منطقة لها سمة، مو بالضرورة يكونون كلهم متشابهين. يعني بعد زين إن قادرين يصبطون سيايرهم، خاصة إحنا بالخليج عندنا دائما السيائر الكبيرة. الوقت طبعا الساعة 5:30 بالكثير، الناس نايمة. ونسيت أقول لكم إن هذا أنا مصورته يوم الأحد، الأحد اللي هو 23/6/2024، عشان نوثق الفيديوهات. الناس للحين ما طلعوا حق الدوامات طبعا. هذا واحد من الفروع اللي قلت لكم يكونون فيه القطع. الحين احنا تقريبا انا قاعدة اصور لكم برا المنطقة اللي هما البيوت اللي موجودين على الشارع الرئيسي اللي بين الدعية وبين الدسمة. فأعتقد هني نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أقول لكم في أمان الله، مع السلامة.